اشتكى العديد من المشاهير المغاربة من تفشي ظاهرة السحر والشعوذة في الوسط الفني، نذكر منهم الممثل محمد مفتاح الذي فضح مؤخرا خبايا الوسط الفني مؤكدا أن هناك ممارسات شعوذة سائدة في الساحة الفنية. وسبق للمغني موس ماهر أن تحدث في إحدى تصريحاته عن تعرضه للسحر متهما فنانا مغربيا شهيرا بالقيام بأعمال الشعوذة. ولم يسلم مغني الراب لارتيست من أعمال السحر، حيث اتهم فنان فرنسي من أصول مغربية بإيذائه ما دفعه إلى تقديم شكاية ضدها. فهل أصبح السحر والشعوذة سلاح الفنانين لمحاربة بعضهم؟